جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية، قسم القانون، المقرر الأحوال الشخصية 2، الطلاق، رمز المقرر 308، اسم المحاضر الدكتور طارق الحصائري. عنوان المحاضرة: الخلع والآثار المترتبة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله المصطفى الكريم، وعلى آله ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أبنائي الطلبة، بناتي الطالبات، المحاضرة السادسة: الطلاق باتفاق الطرفين ويسمى خلعا، والآثار القانونية المترتبة عليه. وسمي الطلاق باتفاق الطرفين مخالعة، وهو يتم في المحكمة عند القاضي. والطلاق باتفاق الطرفين سمي مخالعة وخلعا واتفاق التراضي، طلاق التراضي أو الطلاق باتفاق الطرفين. وهذه يعني مسميات وضعها المؤلفون. وضع المؤلفون هذه المسميات ليبينوا نوعية هذا الطلاق. وإلا فالأصل فإن المخالعة قد وردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم قال: ردي عليه حديقته. فلما ردت عليه الحديقة خالعته، أي طلقها بعوض، وسمي مخالعة من الخلع، كأنك تخلع الشيء من مكانه. فإذا خلعت شيئا من مكانه بقوة وبشدة ورغم أنفه ورغم أنه كان يريد البقاء، سمي الطلاق في هذه الحالة بالخلع، وهو يتم باتفاق الطرفين على أن تعوض الزوجة أو تتنازل أو أن تتنازل الزوجة على بعض من حقها أو بعض من حقوقها أو جزء من الحق، أو تعوض الرجل بمبلغ مالي أو عقار أو غير ذلك. لو أتينا أبنائي الطلبة إلى تعريف الخلع، لوجدنا أن الخلع هو حل عقد الزوجية. يبقى كان فيه عقد زواج أبرم، لكنه انفصم الآن بالخلع، بلفظ الخلع في مقابل عوض. حقيقة لفظ الخلع هذا يعني وضعها المقننين، وإلا المهم أن الزوجة تفتدي نفسها بمبلغ أو حق من الحقوق تتنازل عليه ويسمى خلعا. المهم، إذا هو حل عقد الزوجية، وهذا المهم، في مقابل عوض بلفظ الخلع عند القانونيين، تلتزم به الزوجة لصالح زوجها. إذا تدفع هذا العوض، تلتزم به الزوجة، وأحيانا يكون العوض مقسط، وأحيانا يكون مؤجل، وأحيانا يدفع مباشرة على ما اتفقوا لصالح زوجها أو تنازل عن حق من حقوقها. ومجرد القبول يقبل الزوج، تبين الزوجة منه، إذ يتحقق الخلع بلفظ إذ يتحقق الخلع باللفظ والعوض والقبول. إذا
سميت مخالعة وافتدت نفسها، وقبلت وقبل الزوج بالعوض، قبل أن يعوض بمال أو ترجع إليه عقار أو تتنازل على سيارة أو تدفع مبلغ مالي نقدا أو مؤجلا أو معجلا، ويقبل هو بهذا العوض، يصير الطلاق خلعا، تصير مخالعة بين الزوجين ويطلقها القاضي وتبين منه. أما إذا رفض الزوج، هي يعني اقترحت أن تتنازل عن البيت وتتنازل عن المؤخر مقابل أن يطلقها، فتخلعه مقابل هذا العوض، ورفض الزوج لسبب من الأسباب، إما أن يطلب أكثر أو أنه يرفض الفكرة على الأصل، فآن ذاك لم يحدث قبول فلا خلع، لم يتم الخلع آن ذاك. إذن إذن ما لم تتم المخالعة والقبول فالطرفين ما زالا زوجين إلا إذا قبل، إذن باللفظ والعوض وقبول الزوج بهذا العوض. ويجب أن تكون الزوجة المخالعة كاملة الأهلية، يجب أن تكون الزوجة المخالعة كاملة الأهلية غير محجور عليها لسفه أو غير ذلك من الأشياء. إذن هي باش تخالع ما تكونش ناقصة الأهلية، لأنها لا تعلم مصلحتها، يعني سفيها أو ناقصة شوية في العقل أو لا تجيد التصرف وحسن التصرف، أو عليها وكيل أو عليها ولي. إحنا في الدرجة الليبية نقوله ناقصة شوية هيك، والفتاة هذه مسكينة على حالها، هذه لا تنفع أن تخالع لأنها لا تعرف مصلحتها، وأحيانا يعني يغرر بها فيدفع إليها بعض الدنانير مقابل أن تخالع زوجها وهو قد يعني خالعها بأقل ما تحتاج وما يصح لها. إذن المخالعة حل عقد الزواج بلفظ الخلع في مقابل عوض تلتزم به الزوجة لصالح زوجها أو تتنازل عن حق من حقوقها، ومجرد القبول بانت منه إذ يتحقق الخلع باللفظ والعوض والقبول. ويجب أن تكون الزوجة المخالعة كاملة الأهلية غير محجور عليها لسفه أو غير ذلك. الآن الطلاق باتفاق الطرفين واضح يسمى خلعا. هل يقع في القانون الليبي؟ يقع، موجود المخالعة. بخيرنا نسمع بالطلاق ولا نسمع بالخلع، لأن الزوجة هي التي تخلع زوجها، ففي العادة الأمر يكون سري ومكتوم وغير مصرح به ولا يتكلمون، يعني العادات الليبية والتقاليد لا تستهجن هذه الحالة بأن الزوجة هي التي تطلق زوجها، فالناس يعني يكتمون هذا الحديث ويقولون طلقت وخلاص، لا يذكرون أنه خلعا خشية الضرر بالزوجة والضرر بالزوج، فالزوج يهان والزوجة ينسب إليها أنها تستغل يعني هربت بنفسها من الزوج وقدمت مالا حتى يطلقها، ويعني من هذه القبيل. شروط لازمة في الخلع: الخلع شرط أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الخلع،
أن تكون الزوجة، يعني الزوج كامل الأهلية، أن تكون الزوجة محلا لوقوع الطلاق عليها وغير مكرهة عليه. لأن لو أكرهت لابد أن تبين، أن يضرب فيها، يهان فيها، يهين فيها، تحت ضغط، يغتصب فيها، غصبها على هذا الكلام، على دفع هذا المبلغ، تكون الطلاق لضرر آنذاك. إذن الزوجة محل الوقوع عليها بالخلع، والزوج يكون أهلا لإيقاع هذا الخلع بكامل أهليته. أن يقصد تعليق طلاقها الزوج على قبوله وقبولها إعطاء البدل له، هي تعطي البدل وهو يقبل. إذن الخلع مبني على القدر الذي تعطيه من البدل وقبول الزوج لهذا القدر. أن تقصد الزوجة بهذا الخلع افتداء نفسها منه وتخليص عصمتها بالبدل. إذن الزوجة تقصد تعليق طلاقها، وتقصد الزوجة بهذا الخلع افتداء نفسها، يعني تخلص نفسها من هذا الزوج. قال ترى خلاص ما عادش نبي. لكن لو كان الزوج يضرها، يغيب عنها، يضربها، لا يعاشرها، أثبتت الضرر، تطلق بالحالات اللي ذكرناها في المحاضرة الخامسة السابقة، اللي هي قد طلقت بالضرر. أما إذا كانت جاءت وقالت لا يضرب ولا وينفق وحسن السيرة والسلوك وأخلاقه جيدة والزوج لا يغيب ولا فيه عيب ولا ولا ولا، لن يجد القاضي طريقة إلا أن يسألها: فما بالك، يعني تطلبين الطلاق؟ قالت: ما أستطيع العيش معه، كرهته. هل فيه من عيب؟ لا، لكن ما عادش نقدر نعيش معه. كويس، الآن تستطيع القاضي أن يقول للزوجة: بإمكانك المخالعة، تفتدين نفسك وتخلصي عصمتك، يعني تخلصي نفسك من عصمته بالبدل، تبدلين شيء. إذن من الشروط اللازمة أيضا في الخلع أن تكون الصيغة بلفظ الخلع أو الافتداء أو العوض وما شابه هذا المعنى، المهم أن يكون فيها عوض وافتداء. هذه هي المخالع، أن تكون فيها عوض وافتداء. من الناحية القانونية الورقة تكون فيها مخالعة، ويشترط على القاضي أن تكتب بلفظة الخلع. هذا من باب التدقيق والتبيين، وهذا جيد، احنا لا نعترض عليه. هذه الألفاظ منظمة لعمليات الطلاق، حتى يعني القانوني والقاضي يعني يفصل في المسألة، يبين هل هي طلاق عن طريق القاضي أو عن طريق الخلع، عن طريق الاتفاق بينهما. والمخالعة موجودة حتى في قانون الأحوال الشخصية الليبي، تجد المخالعة باب لوحده، باب المخالعة فصل ومواده معينة: الطلاق باتفاق الطرفين، الفرقة بين باتفاق الطرفين، تجدها المادة 35، يقع الطلاق باتفاق الزوجين في حضور الزوجين أو كليهم بوكالة خاصة، يوثق الطلاق الذي يقع باتفاق الطرفين لدى المحكمة المختصة، إذ يتفق الطرفان على الطلاق فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من المحكمة المختصة وفقا لأحكام المواد التالية، اللي هي المادة 36 و37. المهم هذه والثامنة والثلاثون. لابد إذن الطلاق باتفاق الطرفين، هذا تطليق واضح يبين الخلع في المادة 46، يثبت الطلاق أمام المحكمة بتصريح ممن يملكه في حضور الطرف الآخر أو وكيله إن تعذر حضوره شخصيا، وذلك كله بعد استفاذ جميع محاولات الصلح بين الزوجين. المخالعة التطليق بإرادة الزوجين، لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع أو الطلاق. إذن هذه المادة 47، والمادة 48، والمادة 49، هذه كلها تتبع الخلع، كلها تتبع الخلع. إذن الخلع يتحقق بهذه الشروط الخمسة السابق ذكرها،
والمادة 47 في القانون الفصل السادس، والمادة 48 يشترط لصحة المخالعة أن تكون الزوجة أهلا لبدله والزوج أهل لإيقاع الطلاق طبقا لأحكام المادة 32 اللي ذكرناها بكري. يجوز أن يكون العوض حق الحضانة أو النفقة أو مؤخر الصداق. والله الحضانة فيها قول، هناخده إن شاء الله الأمام في التفصيل فيها. ندرس الآن الآثار القانونية المترتبة على الخلع. الآثار القانونية المترتبة على الخلع. إذا تمت المخالعة لابد أن تكون لها آثار تتغير هذه الآثار، لو كان طلاقا بائنا، بينونة كبرى، بينونة صغرى، طلاق رجعي، مخالعة الآن، طلاق عن طريق القاضي، هذه آثار تختلف. شو معناها الآثار؟ يعني الحقوق والواجبات، الالتزامات، ما يترتب على هذا الطلاق، الإمكانية الزواج من عدمه، إمكانية النفقة، الحقوق للزوجة، الحقوق للزوج، وما يترتب عليه من الأشياء القانونية التي تلزم كلا الطرفين، وأحيانا تلزم حتى الأولاد والعائلة وأيضا الميراث وما يتعلق به. إذن هي آثار مختلفة تثبت وتنتفي بنوعية الطلاق الواقع بين الطرفين. والآثار القانونية المترتبة على الخلع: وقوع الطلاق بالمخالعة طلاقا بائنا، لأن الطلاق في مقابل المال الذي لزم ذمة الزوجة. إذن طلاق بائن، المخالعة طلاق بائن بين الطرفين، فتبين منه وقد نصت المادة 49 على أن المخالعة تعتبر طلاقا بائنا، المخالعة تعتبر طلاقا بائنا. وواحدة من الآثار القانونية إن إذن هو الطلاق البائن. لا يسقط الخلع الحقوق الجارية بينهما كالديون القديمة بينهما. إذا كانت هناك ديون أو التزامات مالية أو معنوية بين الطرفين، تبقى هذه الالتزامات خارج اتفاق المخالعة ما لم ينص عليها، ما لم ينص عليها. إذن ما دامت هذه الاتفاقية لم تنص على هذه الديون أنها تلغى أو تنعدم أو يتسامح فيها، فإن هذه الديون سواء الزوج له دين على زوجته أو الزوجة لها دين على زوجها تبقى هذه الديون. إذن لا يسقط الخلع الحقوق الجارية بينهما كالديون القديمة بينهما، ولا تسقط نفقة العدة. العدة، نفقة العدة تبقى بينهما بالمخالعة. فالخلع لا يصلح، لا يصلح الخلع، لا يصلح الخلع مسقطا لحق إلا إذا ورد الاتفاق على سقوطه. إذن كل الحقوق للطرفين سواء للزوجة أو للزوجة تبقى ما لم ينص عليها في الاتفاق المبرم بين الطرفين للمخالعة، لأن ما يثبت به البدل فقط هو معنى الخلع. إذن البدل والعوض يكون في ما قد تم الاتفاق عليه ونص عليه بصريح العبارة في البدل أو العوض الموجود في الخلع. أما إذا لم ينص عليه فكل يأخذ الحقوق كما هي. إذا تثبت الحقوق لكلا الطرفين كما هي ما لم ينص على خلاف ذلك. إذا أولا الطلاق بائن، ثانيا أن الحقوق تبقى لأصحابها
الحقوق تبقى لأصحابها ما لم ينص عليها بالإلغاء أو بالإثبات. يبقى ما لم ينص عليها بالإلغاء فهي مثبتة أوريدي باقية. ثلاثة، تلتزم الزوجة بالبدل والعوض حسب الاتفاق وإلزام الزوجة بدفعه حالا أو ثبوته في ذمته إذا كان مؤجلا. إذا كان مؤجلا، إذن تلتزم الزوجة بالبدل، تدفع الزوجة البدل والعوض حسب الاتفاق بين الطرفين، وتلتزم هذه الزوجة بالبدل إما عاجلا أو مؤجلا. قد يكون مؤجلا بالتقسيط، قد يكون على دفعات، قد يكون المؤجل بفترة معينة، بعد سنة، بعد أشهر، بعد أيام. المهم أنه ينص عليه في الاتفاق ويكتب هل هو معجل أو مؤجل، وتلتزم الزوجة، لأنها إذا لم تلتزم يقاضيها وربما يسجنها أو يحبسها لأنها قد أخلت بالشرط ولم تلتزم بالبدل. الآثار القانونية المترتبة على الخلع أيضا، الخلع إن وقع في أثناء فترة الحيض نفذ لدفع ضرر عن الزوجة مرتقب. شنو دفع الضرر؟ هي أرادت أن تخلي نفسها وتحررها من هذا القيد، قيد الزواج. فالفترة إذا كان بقولوا فترة الحيض على القول الذي يقول يعني الخلع مباشر، إذا كان بنستنوا فترة الحيض 3 أشهر، معناها ما زالت في 3 أشهر على ذمته ولم تبن منه. لكن أراد المشرع أن تتحرر منه لدفع ضرر عليها، وهذه من باب المصلحة للزوجة لأنها قد بدلت ما ينفعها. إذن الخلع إن وقع في أثناء فترة الحيض نفد، يعني حتى في فترة الحيض هي، وإن حاضت ما نقولش لا لا يطلقها إلا في طهر لم يجامع فيه ينفد، وهذا حتى في القانون الليبي، حتى في الطلاق العادي يمررونه ويقع. إذن نحن يعني نقولها من باب الفهم، ليس إلا لأنه تحصيل حاصل من الناحية القانونية. أي من جاء طلق ما يقعدوش يسألوا فيها طيب طلقت في طهر لم تجامع فيه ولا طلقت في حيض، المهم الطلاق وقع والتلفظ وقع، فيحسب من يوم ما وقع اللفظ وإن كان يخالف، لكن القانون ينص على ذلك وهذا هو الواقع. تنبيه، إذا كانت الزوجة معسرة فإنه يمكن تأجيل البدل إلى حين يسرى، يعني إلى حين يسرة، يعني تتيسر أمور الزوجة. والمادة 49 تنص على أنه إذا تحققت المحكمة من عسر الزوجة جاز لها أن تحكم بتأجيل دفع البدل إلى حين يسرها، وهذا المحكمة يجب وجوبنا يجب أن تتحرى وتتأكد، وإن وصلت إلى أن لا يمكنها فتأخذ عليها المواثيق وتطلق الزوجة على أن تدفعه مؤجلا، لكن لا بد من البدل ولا بد من التوثيق حتى لا تنفلت الأمور ويجحد بعضهم البعض. إذن على القاضي أن يتثبت، والآثار القانونية عديدة حقيقة للمخالعة، ولا بد له من التحقق من كل صغيرة وكبيرة من البدل ومن يعني صيغة المتفق عليها ومن القيمة المالية، وهل هي معجلة أو مؤجلة، وموافقة الزوج حاضرا أو وكيلا عنه بهذه القيمة، وما كان في حق الزوجة في ذمتها يتفق عليه ويوثق حتى لا تنفلت الأمور وينفلت العقد وتصير الأمور يعني إلى أسوأ مما هي عليه.
حكم الخلع من الناحية الشرعية، المخالعة من الناحية الشرعية. الخلع يعني لما نقوله من الناحية الشرعية، كيف ما حكينا على الزواج والطلاق من قبل، هل هو جائز؟ هل هو مباح؟ هل هو مكروه؟ هل هو محرم؟ هل هو واجب؟ الخلع الأصل فيه يعني أقل ما يقال فيه الكراهة، أقل ما يقال فيه الأصل فيه الكراهة، لكن أحيانا يعني يصير مستحبا إذا كانت المرأة لا تستطيع، أو واجبا إذا كانت المرأة لا تستطيع العيش مع الزوج، يصير آنذاك المخالعة مستحبة وقد ترتقي أحيانا إلى الوجوب. إذن الأصل الخلع جائز لقصة امرأة ثابت بن قيس، أتريدين أن تردي، أتريدين أن تردي عليه حديقته، أتردين عليه حديقته، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فقال أقبل، يعني قال الرجل أقبل بالحديقة، وطلقها تطليقة واحدة وسمي خلعا. ليش؟ لأنه أخذ عوض، ولكن لا بد أن يكون مستوفي للشروط ولا جور فيه، ما فيش ظلم للزوجة أو ظلم يقع على الزوج، ولا اعتداء ولا للضرورة، وإلا صار مكروها أو حراما، وإلا صار مكروها أو حراما. إذن المخالعة جائزة وهي موجودة من العهد النبوي، وقد صارت بها الأحوال تتكرر عبر العصور في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم في الدول المختلفة، دولة الأمويين والعباسيين والمذاهب الأربعة قرتها، وحتى مذهب الإمامية ومذهب الإباضية ومذهب الزيدية والزيدية والمذهب الاثنى عشرية وأيضا الظاهرية ومذهب سفيان الثوري ومذهب سعيد بن المسيب وغيرهم. لم يعني والله أعلم، فيما أعلم أن لا مخالف حتى من المذاهب الصغيرة، لا مخالف في مسألة الخلع، ولكن قد تختلف بعض الترتيبات وبعض الشروط وبعض الضوابط، لكن الخلع مسألة يعني متواترة، تواترت عليها الأخبار والنصوص ولا شك فيها، وهي ذات فائدة حقيقة للطرفين، فائدة قانونية أو فوائد قانونية. إذا ابتدأ الزوج ففرض قيمة مالية، أبنائي الطلبة ركزوا هنا، إذا ابتدأ الزوج ففرض قيمة مالية عند المخالعة، فالقيمة المالية تلزمه هو، لأنه هو المنشئ، كقوله خالعتك على 10,000 دينار. إذن لما قال أنا بندفع 10,000 يلتزم بالقيمة لأنه المنشئ، تلزمه هو إذا قبلت هي، كويس. إذا ابتدأت الزوجة هو العكس، ابتدأت الزوجة بفرض قيمة، وهي العادة التي تحدث أن تقول هي أنا أتنازل عن حق بعينه وسمته، فلها أن تتراجع قبل أن يقبل الزوج. يعني لو قالت أنا بنتنازل على البيت وفكرت أو استشارت وقبل أن يقبل هو بهذا تراجعت، فالكلام كلامها. أما إن قبل الزوج فقد لزمها قولها. ليش؟ لأنها هي المنشئة. إذن القاضي، احنا اللي همنا تو القاضي، القاضي ينظر من المنشئ. الأصل هي الزوجة التي تنشئ، هي اللي بتدفع، لكن لو تكلم الزوج وطلب وأفصح عن ما يريد يلتزم
إذا قبل الطرف الآخر اللي هي الزوجة يلتزم الزوج بما طلبه ويقبل به. إذا قالت الزوجة أدفع كذا أو أتنازل عن كذا فهذا وقبل الزوج فهذا الاتفاق يلزمها. كل ما يصح قانونا وشرعا تسميته مهرا يصح أن يكون عوضا يعني خلعا له نهاية وليس له نهاية صغرى ولا نهاية كبرى، ولكن دائما يعمل الناس بما تعارف عليه. والإمام مالك رحمه الله تعالى ورحمنا يقول يعني الإنسان لا يطلب أكثر مما دفع في المهر لأنه يخالف المروءة. لم أرى أحدا يحكي الإمام، لم أرى أحدا أخذ على الخلع أكثر مما أعطاه. إذن يعني وهذا من خوارم المروءة، لكن الأحوال تتغير الآن وأنفس الناس تتغير وتقييماتهم أيضا تتغير. نسأل الله اللطف والعون والحفظ والسداد. العوض رقم 4 يشمل المال أو العقار أو المنفعة أو الديون أو متجمد النفقة السابقة أو مؤجل الصداق الذي يحل بالطلاق، وهذا كله معجلا أو مؤجلا. هذه العوض، هذا العوض المختلف اللي هو زي المال والعقار والمنفعة والديون ونفقة سابقة ومن مما ينفقه على زوجته ومؤجل لم يدفعه، هذه كلها سواء كانت معجلة أو مؤجلة فيصح أن تكون عوضا أو تكون بدلا عن الخلع. وإحنا قلنا ما ينفع مهرا يعني يكون حلالا ولا يكون حراما ويكون لا يكون مسروق ولا مغصوب ولا ممنوع شرعا أو قانونا. يمكن للزوج ترجيع مطلقته ما دامت في العدة، إذن يمكن أن يرجعها لكن تحسب طلقة. لا تصح المخالعة على شيء محرم كالمغصوب أو المسروق، فإن علمه الزوج بانت منه لا تصح. فإن علمه الزوج بانت منه، وإن جهله وعلمت هي بحرمته لا تبين منه، وفي كلا الحالتين يرد المسروق لصاحبه. ليش بانت منه؟ لأنه كأنه قبل بالحرام، فالوقع الخلع واقع لأنك قد علمت، ومع هذا ارتضيت أن تأكل الحرام لنفسك فالخلع واقع. أما إن كان جاهلا فلا تبين الزوجة ويرد المسروق وتبقى على ذمته ولم تنخلع منه. واضح؟ إذن الزوجة في المخالعة أولا لا تدفع شيئا محرم يعني لا تفتدي نفسها بالحرام سواء كان مغصوبا أو مسروقا أو أحيانا يعني أشياء محرمة كالخمر أو كالألبسة العارية التي لا يلبسها المسلمون في الأصل ولا يمكن بيعها حتى في لباس البيوت للزوجة لزوجها أو غير ذلك. المهم مما يعني يكون أو بيعا للمحرمات أشياء غير الخمر، يعني محرمات كثيرة، أشياء كثيرة تباع في الأسواق منها ما هو يعني محرم مثل الديسكات أو الأشرطة أو البرامج التي فيها ما يخل بالشرف والأخلاق والقيم والمبادئ. هذه كلها لو يعني دفعت على أنها مهرا وهي تدفع علي ليست بصفتها، ولكن أحيانا محل يكون يبيع هذه الأشياء المحرمة، فهذه لا ينفع أن تكون مهرا أو لا ينفع أن تكون عوضا في الخلع.
والمخالعة لابد من العوض، وإذا اختفى يعني ما فيش عوض لا يكون الخلع صحيحا. الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن إذا افتدت به نفسها بمال أو بعقار أو بمنفعة، المنفعة إيجار بيت أو إيجار محل أو إيجار أو غلة من المزرعة، وقس على ذلك. المهم هذه يعني أنتم أخذتوها هذه في المواد الأخرى، العقار والمنفعة والديون والمتجمد النفقة ومؤجل الصداق، هذا كله من المعلوم من المعلوم من القانون بالضرورة. قضايا من واقع المحاكم، يعني بعض القضايا الآن نعرضها عليكم أبنائي الطلبة حتى تكون الملكة يعني عندكم فيها من الخبرة، ويستطيع الطالب في المستقبل أن يعني يفهم بعض. وأنا الآن يعني أتصفح بعض القضايا أمامي لعلي أجد شيء يعني أضيفه إليكم إلى جانب هذا المكتوب. فأولا، إذا علق الزوج الطلاق ثلاثا على الخلع فيقول إني خالعتك، إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا، وخالعها بمال دفعته له، الجواب أن الخلع يقع ولا محل للطلاق بالثلاثة، لأنه لم يجد محلا لوقوع الخلع قبله، لأن الخلع وقع قبله، يعني يقع الخلع ولا يقع الطلاق بثلاث، ولكنها تحسب طلقة واحدة بائنة. إذن لو علق الزوج الطلاق ثلاثا على الخلع يقع الخلع بينهما ولا يقع الطلاق ثلاثا ولا حتى طلقة بائنة أخرى، لا يقع. إذن يقع الخلع لأنه الترتيب الثاني يأتي بعد أن تعتد المرأة من الخلع، ثم يأتي اختلعت منه وتزوج ثم طلق. إذن الحالة الأولى لا يعتد إلا بالخلع. الحالة الثانية التي أمامنا، إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خالعها إلا لضرر وتريد التطليق لضرر واقع عليها، يعني ترفع دعوى المخالعة وبعد أن يقضي القاضي تأتي وترفع دعوى تريد التطليق لضرر لا للمخالعة حتى تسترد المال الذي دفعته، وهذا يحدث، لكن يحتاج إلى يعني محامي قوي يستطيع أن يرد لها ما قد دفعت. لو أثبتت الضرر قبل المخالعة بالشهود واليمين، يعني لابد أن تثبت الضرر الواقع عليها ضربا أو إكراها أو غصبا أو بشهود على أنه قد أضر بها قبل المخالعة، قبل أن ترفع دعوى المخالعة، قبل أن ترفع دعوى المخالعة، ولم يثبت الزوج رجوعهما، يعني تثبت الضرر وما رجعوش بعدها، لأن لو أثبتت الضرر وأثبت الزوج أنهم رجعوا لبعضهما البعض ثم طلبت هي المخالعة تسقط الدعوة ولا ينفع. ولا يثبت ولم يثبت الزوج رجوعهما لبعضهما بعد الضرر أو بعد رفع دعوى الخلع، فآن ذاك يحكم القاضي بالتطليق لصالحها ويرجع المال لها، لكن لم يثبت الزوج أنهم قد رجع، وهي تثبت يعني عندها شرطين، تثبت الضرر قبل المخالعة وقبل رفع الدعوى، وتثبت أنها لم ترجع إلى زوجها بعد هذا الضرر.
إذا أثبتت الشيئين والزوج لم يستطيع أن يثبت العكس، يقضي القاضي بإرجاع مالها ويطلقها عن طريق القاضي، تطليق لضرر، وإلا فلا يقضي القاضي بتطليقها بسبب الضرر، وتبقى المخالعة على ما هي عليه. هل تستطيع أن ترجع إلى زوجها؟ يترجع إذا أرادت الرجوع بعقد ومهر جديدين، ويرجع ترجع إلى زوجها إذا ما لم تنقضي العدة. إذا انقضت العدة ترجع وتدفع. فائدة مهمة: كيفية حلف اليمين. تحلف ثلاثة أيمان بأن ثلاثة أيمان والله العظيم أنه أضر بي والضرر واقع علي، والله العظيم لم يرجع عن هذا الضرر أبدا، ولم نرجع بعض إلى بعضنا البعض بعد هذا الضرر، والله العظيم ثلاثا أقسم بالله العظيم أني دفعت المال لأني مضطر، أقسم بالله أنه أضر بي، أقسم بالله العظيم أن هذا الضرر حقيقي ولم أرجع إليه في يوم من الأيام. ويعلمها القاضي كيف تحلف هذا اليمين. إذن لو أثبتت، إذا ادعت الزوجة بعد المخالعة أنها ما خالعها إلا لضرر، وتريد التطليق للضرر واقع، لضرر واقع عليها، لا بد أن تثبت أن هذا الضرر قبل المخالعة وقبل رفع الدعوة، وأنها لم ترجع المياه إلى مجاريها، ولم تعد إلى الزوج أبدا بعد الضرر، وأنها ما دفعت المبلغ المالي أو تنازلت عن الحق إلا لدفع ضرر بسبب غصبه عليه. ولما يقضي القاضي لابد أن يأتي بالزوج فيثبت الزوج. إذا أثبت الزوج رجوعهما سقطت دعواها وتبقى المخالعة. إذا أثبت الزوج أنها يعني لم يضر بها أصلا، وليس فيه أوراق رسمية تثبت الضرر لا قبل المخالعة ولا بعد، فأنا ذاك انهدمت القضية بكاملها، ولا تستطيع أن تتحصل على شيء، والمخالعة يعني قد نفذت، ولا مكان لها من أن تطلق عن طريق الضرر من القاضي. إذن الزوجة المخالعة لابد لها من ضوابط تنضبط بها. إذا توافرت الشروط وانعدمت الموانع، إذا توافرت الشروط وانعدمت الموانع، يمكن أن تتحول المخالعة إلى تطليق بالضرر، ولكن هذا يعني في الحقيقة من واقع القضايا من الصعوبة بمكان، لأن في العادة القاضي إذا كان هناك ضرر أو عيب أو عدم إنفاق يسأل القاضي الزوجة مرارا وتكرارا حتى لا يلجئها إلى الخلع. لكن لما تكون يعني في العادة لما تكون الزوجة لم تمسك دليل يؤدي بالقضية إلى الطلاق عن طريق القاضي، ولم يستطع القاضي أن يقف على دليل متين قوي راسخ يتحول بالقضية من الخلع إلى الطلاق عن طريقه، تصبح المجازفة صعبة، وأحيانا يعني تخسر المرأة في المحاكم أموالا ومحامي ورفع قضية وتعاب وإلى آخره، ولا تتحصل في النهاية على شيء ذات قيمة. ولذلك لابد للزوجة وللقاضي أن يتحرى وأن يتأكد من هذه المسائل، لأن أمثال هذه المسائل كثيرة، أمثال هذه المسائل كثيرة. إذن القضايا حقيقة أمامي كثيرة، لكن لا أريد أن أتشعب في الأمور،
هناك أمور متعلقة بالحضانة، وإذا خالعت الزوجة زوجها على إسقاط حقها في الحضانة ثم مات الأب، هذه مسألة، تعود الحضانة للأم، والصواب أن تعود الحضانة لمن يلي الأم في الرتبة، يعني أم أمها، لأنها قد أسقطت حقها، أم الأم، يعني تعود الحضانة للأم أو أم الأم، وإن كان العرف الترتيبي أم الأم فهي التي تحضن الولد، لكن المهم أن ترجع بعد إسقاط حقها في الحضانة إذا كانت ليست يعني ملجئة إليه، المهم إلى أمها أو أم أمها، ولا يرجع إلى الأب، لأن الأب أحيانا لا يستطيع أن يحضن الصبي الصغير في الرضاع، وأن يوفر له من يعني يحفظه من الخطأ ومن ويهتم به في الرضاع. فهذه مسائل لابد أن، وأحيانا حتى الصبي يتعلق بأمه، فالحضانة للأم من باب أولى، والمفترض في الزوجة ألا تخالع على أولادها، هذا إذا كانوا، خاصة إذا كانوا صغارا، لكن يعني فيه من الأمور ما فيه، ويشترط، هم العلماء يشترطون في أمرين في الواقع في القانون أيضا، يشترطون أمرين: ألا يتعلق الولد بأمه، وألا يكون في نزعه ضرر للولد. إذا كان في الولد فيه المخالعة على حضانة الولد وفيه ضرر للولد، ولا فيه والولد يتعلق بأمه، لا يمكن المخالعة عليها في الحقيقة، لأن هذه حتى لو جاءت وخالعت يردها القاضي، لأن فيه ضرر على الولد. إذا كان المدعي بالدين هو الزوج، له يعني مدعي بالدين، عندنا المدعي والمدعى عليه، المدعي الذي يطلب الشيء من الطرف الآخر، والمدعى عليه هو الذي يعني يقع عليه الطلب، له على زوجته مبلغ مالي، فأراد ماله، هذا الزوج بفلوس من زوجته وأراد المال، والظاهر أن الزوجة قد ماطلت على أن ولما رأى المماطلة رأى وحدث الخصام حدث الخصام بينهما، فأراد ماله على أن يسامحها على نصف المبلغ، فيأخذ النصف منها فقط على أن تنخلع منه. يعني الزوجة لما صار في خلاف قالت لباهي أنا نبي نتطلق بالمخالعة وندفع لك، لكن هو أنت تبي مني دين، والدين هذا مبلغ 10,000 دينار أو 100,000 دينار، أنا بندفع لك 50,000 دينار، والخمسين الثانية نساهم بالدارجة هيك، يعني أنا نبي نتطلق وتطلقني لكن ما عنديش ندفع لك، لكن هو أنت تبي مني 100,000 دينار، أنا بناخد أنا 50,000 دينار بندفعهم ليك، لكن 50 الثانية تتنازل عليها أنت. فهل القاضي الآن لو علم بتفاصيل المسألة وعرض الزوج والزوجة هذا الاتفاق على مرأة من عينه وسمعه وبصره، هل يقضي بالخلع أو يقضي بالتطليق؟ فننظر الآن، الجواب أن هذه الحالة طلاق رجعي وليس بخلع، لأن ما أخذه الزوج من زوجته يعتبر صلحا بينهما على دينه منها، كمن طلق وأعطاها مالا من عنده، لا يعتبر مخالعة، لأن افتداء الزوجة بتنازل عن حق لها، وهذا حق مطلوب منها، أو دفع مال عوض ولم تدفع شيئا، هي
بل استفادت أنها تنازل الزوج عن حق من حقوقه لأن يتحصل على شيء من مالها. إذن الزوج الآن هنا يحكم القاضي بأنه طلاق رجعي وليس بمخالعة، والطلاق واقع لكنه لا يسمى خلعا، لا يسمى خلعا. إذن إذا كان الزوج يريد من زوجته مالا وأراد أن يسامحها فهنا يسمى طلاقا رجعيا ولا يسمى خلعا بأي حال من الأحوال. إذا اختلفا في مقدار العوض أو نوعه، قالوا واحد قال 100 ألف والثانية الزوجة قالت لا 50 ألف، احنا تفهمنا، أو نوعه قال نتنازل على آثات المنزلي، آثات خشبي وآثات المطبخ من غسالات وما إلى ذلك وثلاجة وفرن وإلى غير ذلك، وهو قال لا احنا تفهمنا على آثات المكتبي فقط في البيت، ولا بينة القاضي، ما فيش بينة ما بينهما، فكيف يقضي آنذاك؟ الجواب إذا اختلفا وقال الزوج بالنقد 1000 دينار وقالت الزوجة بالنقد الزوج قال 10 آلاف دينار والزوجة قالت 5 آلاف دينار، فعلى اعتبار القاضي يعتبر قول الزوجة، لأنها ليش؟ لأن أخذنا احنا المنشئ هو الذي الأصل على ما كان هو أصلا، لأنه هو المنشئ المنشئة للعوض بيمينها على صدق دعواها ونفي دعوى الرجل فتبين منه. إذن الزوجة لأنها هي التي أنشأت قالت أنا بندفع 5000 دينار، ما دامت هي المنشئة فعلى القاضي اعتبار قول الزوجة. لو هو الذي أنشأ، لو درنا العكس قلنا راو لما جاء قدام القاضي من قبل في الاتفاق ولم تكتب، قال الزوج هو الذي أنشأ، قال أنا بندفع 10000 دينار، فالقاضي يأخذ كلام الزوج ولا يأخذ كلام الزوجة. لكن هنا القاضي باعتبار أن الزوجة هي المنشئة، هذه العادة وفي الغالب، فاحنا أخذنا بالقول الغالب، لكن إذا اختلف في مقدار العوض أو نوعه يرجع القاضي إلى المنشئ اللي أخبر بالمبلغ، إذا كانت الزوجة يأخذ كلام الزوجة، وإذا كان المنشئ الزوج يأخذ كلام الزوج ويبني على ما الأصل، وتبين الزوجة منه إذا كانت الزوجة هي المنشئة. لابد إذن للقاضي حتى في الاتفاق الغير مبرم لما يكون مازال فيه اتفاق أولي ويحدث فيه كلام، لابد للقاضي أن يستمع بتمعن وإنصات. ولذلك حتى زمان يعني يقولون لا يقضي القاضي وهو يعني مشغول أو جائع أو فيه مرض أو يعني باله متوتر أو مسؤول على يعني في نفسه شيء من الغضب، لا يحكم القاضي، لا يقضي القاضي، لأنه قد تفوته بعض من الأشياء. ولذلك يجب على القاضي أن يحكم يوم يحكم ببينة وتريث ويعني بكامل قدرته حتى يستطيع أن يحكم بينهم بالعدل. اللهم احكم بيننا بالعدل وأنت خير الحاكمين، وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر أبنائي الطلبة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ولا ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لحسن استماعكم.